مشاهدينا كما شفتوا معنا اليوم مشينا مع هاد الناس هاد جمعية الصفصاف باش انهم يوزعوا مساعدات غذائيه وملابس. جينا لبلاصه الديوانه، مجيت القنطره القديمه اللي كتفصل بين زايو وبين الصفصاف، يعني منطقه الصفصاف الفاصله القنطره اللي كانت ديال الاستعمار الاسباني. كنشوف واحد المعاناه الناس اللي كيعيشوا فيها هنايا مزريه للغايه، واحد يعني ما غاديش نقدر نعبر على هذا الشيء اللي كنشوفه انا هنايا الصراحه، شي حاجه اللي كتقطع القلب بزاف بزاف. اطفال ما عندهمش، نساء، سبحان الله، يعني واحد المنظر زعما قلبك يوجعك صراحه. كنتمنوا انه المحسنين اللي كيشوفوا هذا الفيديو يتعاونوا مع هاد الناس ويقدموا لهم يد المساعده. الكاميرا ديال محمد غادي توريكم بعض المشاهد اللي الصراحه صادمه. خويا ما كان عايش، انا ما كان حتى شي معيشه، راني ضايع، عندي جوج وليد، عندي بنت وولد، راني شغلك ما عندي، ما نقولك الراجل ديالي مغير والحاله ديالي ما كاين محل، عشان يعني ظروف ماشي يعني من شويه غادي الحاجه، يمكن ما يعاوننا حتى واحد، يعني غير من الراجل هكا كيعاوننا بشي شي حاجه كمشاكل طريقه ونوها سبيل الله هكا في الحوانت كلو سكر هكا كلو ويطرو زيت قبسات صافي، يعني نطلب منهم محسن يديروا لي شي دويره هكا، شي بيت واخا اي بيت وكوزينه فاش نعيش فيها، نسقر لوليداتي، بغيت لولادي بالمستقبل ديالهم، ما بغيتش علاش نعيش هكا، انا بغيت انا الضو، انا بغيت الماء، انا بغيت اي حاجه، مش غادي نقول هادشي اللي غادي نقول، نطلب الله خير، ولادات راهم باقي لسانهم ثقيل، ها هو هذا راه كبير، ما لسانه باقي ما كيقول اياي، كيقول ماما، يقول با، يقول صافي، كلشي يعني عارفه، ولاني هو باش يقدر يقول شي حاجه ما يقدر يجيب حتى باش يهضر ما يقدش، يعني يقول ما يقول با شي حاجه ما يقدرش يقولها، صافي بنتي هاكا كتقول ما تقول با اي حاجه، ولا اني ما كيهضروش حتى شي حاجه، غير راها كبيره غير ما سواتش وصافي، والرجل ديالي مريض وكي هاكا من كي يكون شي حاجه كيسرح، ونقول الحمد ديالو كاع هابطه كذا كذا، بدمنو كي بدمنو اللحم، كي بدمنو كل شيء، عنده واحد الرجل يعني منفخه ما يقدرش يخدم بيها، اي هاكا شويه كيديباني. Thank you.
معكم جمال حرودي، رئيس جمعية صفصاف للتنمية. جمعية صفصاف للتنمية اللي كتنشط في الجامعة الطروبية للشوهية. بالنسبة لنا احنا جمعية صفصاف يعني جات الفكرة في الأول حيتاش كانوا مجموعة ديال الشباب اللي عندهم هاد الروح، روح العطاء أو لا روح يعني تقديم يد المساعدة. في الأول كانت فكرة للأطفال فقط، ومن جات الفكرة أننا علاش لا ما نديروش جمعية ونطوروا العمل ديالنا يكون أكثر وأكثر نستهدفوا ممكن نساء، ممكن الناس اللي في حالة عواز إلى آخره. والحمد لله يعني الجمعية تأسست في 2013 وبفضل يعني واحد مجموعة ديال الأخوات الإخوان العطاء بالدرجة الأولى، لأن ما كانت تلقاش دا من أي جهة كيفما كانت، فقط من إخوان وأخوات لنا اللي يعني دايرين فينا الثقة. ورأس مالنا الوحيد هو ثقة هاد الأخوات والإخوان على العطاء اللي قدرنا الحمد لله غادي نرفع الخط التصاعدي كل عام أحسن من العام اللي قبله. وبفضل هاد الناس هادو كيف ما قلت استطعنا أن نقوم واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كانت في الأول كتبان بعيدة وبعيدة جدا، ولكن بفضل هاد الناس هادو بعد الله سبحانه وتعالى قدرنا أننا يعني نضمنوا واحد ما نقولوش عيش كريم، وإنما ساهمنا أننا نطوروا من المستوى المعيشي ديال بعض الأسر اللي تقيناهم يعيشوا كل يعني جميع أنواع الحرمان والهشاشة. ففضل كما قلت تقاوات إخوان لنا اللي دائما كيلبيو يعني نداء كل مبادرة فكرنا أننا نقوم بها مجرد ما نحطوا الإعلان، وإلا كتلقى واحد الصدى كبير تاع الناس. والجميل في الأمر أن هناك يعني أخوات وإخوان لا علاقة لهم بالمنطقة ديالنا، فقط لأنهم تحبوا الأعمال اللي كنقوموا بها واقتنعوا بها يعني عبر التواصل يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ودابا أصبحوا من المداعمين أو المساهمين الأساسيين للجمعية. كيف ما كنت نرجع ونقول فضل هاد الناس هادو استطعنا أننا نرمو واحد المجموعة ديال المنازل للناس اللي يعني كانوا يعانيوا في صمت كل صرعة، حتى واحد ما كان عارف ديك المعاناة ديالهم. استطعنا أننا نبنيو بعض يعني منزل لواحد المرأة عجوز كانت يعني كتعيش في واحد الظروف يعني غير لائقة. بفضل هاد الناس هادو قدرنا أننا نبنيو لها منزل، واليوم راه تعيش في واحد الظروف جيدة، وكنخلصوا لها يعني الماء والضوء. وكذلك يعني كل سنة منذ الانطلاقة ديالنا كل سنة الأطفال ديال جميع الدواوير ديال المنطقة الشوعية إلا كنستهدفهم سواء في الشتاء، فصل الشتاء كما لقيتونا اليوم جيتوا ولقيتونا يعني في الصدد باش نخرجوا نقوموا بواحد توزيع بعض المواد الغذائية وأفرشة والألبسة كذلك للناس اللي هما في حاجة لنا. طبعا أنا ديجا كنا كنشتغلوا مع المرأة هنا في مقر الجمعية، يعني كانت واجدوا في دابا كانت عندنا واحد الورشة ديال يعني الكش ديال الصناعة والخياطة بالنسبة للنساء، وكذلك كانت عندنا ورشة ديال المحول الأمية اللي واحد المجموعة ديال النساء اللي استفدوا منها ولا العام. أكيد بالنسبة للرسالة للمسؤولين هو أن يعني يحاولوا أنهم ينخرطوا في العمل هذه اللي كيقوموا بها جمعيات، ما نقولش غير جمعية غير جمعية صفصاف، ولكن ربما كاين جمعيات أخرى اللي كتشتغل بالطريقة هذه. فخاص يعني مسؤولي هذا البلد يقدموا يد المساعدة سواء ماديا أو معنويا. فيعني ما يمكنش أن جمعيات جادة تشتغل وتعطي شباب جاد يعني من خيرة شباب يعني المنطقة كيشتغلوا ليلة نهار باش ينجحوا هاد المبادرات هادي. وكاين منهم شباب اللي دابا حاضرين معنا كانوا اشتغلوا الصباح وجاوا ورم كنشوفوا متطوعين وغادي يبقاو هكا النهار كله حتى اللي غادي نصاروا باش نوجدوا داكشي اللي غادي يشتغلوا غير غدا. والمسؤولين يعني لا خبر لمن تنادي. وكذلك الرسالة موجهة للعطاء الناس المحسنين اللي الله سبحانه وتعالى مسك عليهم، فكنقول لهم بان
راه من الواجب علينا كلنا، رساله موجهه لنا كلنا اننا نساهموا بسخاء في هذه المبادرات على هذه، ماشي غير مع جمعيه الصفصاف ولكن مع الجمعيات الجاده اللي هي يعني محط الثقه انها توصل الامانه للاهل ديالها. وان شاء الله غادي تشوفوا معنا كيفاش كنشتغلوا، كيفاش حنا كنقلبوا على الناس اللي هما في حاجه لينا، الناس اللي كيعانيوا في صمت. ما كنتكلمش على الناس اللي هما كطاق البيبان، فهذوك يعني غادي تبروا على راسهم، ولكن كان الناس ما يقدروش يمدوا يديهم، وغادي تشوفوا معنا الظروف اللي كيعيشوا فيها الناس هادو. اللي باغي الرساله موجهه للشباب باش 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 حتى هما يندمجوا في هاد الجمعيات على هكا الجاده اللي كتربي هذا روح العطاء وروح التاخي في الشباب، باش يبعدوا على كل ما هو يعني ممكن يسيء لهم. والفضل الحمد لله الجمعية الصرا معنا واحد مجموعه ديال الشباب اللي كان لا علاقه لهم بالعمل الجمعوي، الان اصبحوا مدمنين حتى هما يعني العمل التطوعي.